أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في الحقيقة معنا ضيف جديد، مجاهر جديد، الأخ دمهات. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي دمهات. أهلا وسهلا فيك أستاذ جان، أهلا وسهلا بأخوتي المشاهدين. طبعا هي الحلقة شوي اجت بعد اغلاق صفحتنا من اخوتنا المؤمنين اللي شنوا علينا هجوم عبقري بصراحة، هجوم غزوة يعني الكترونية. إسلامية. ف يعني ما بعرف شو بدي اقول لهم بصراحة. انا يعني مثل ما بقول الانجليز speechless قدام هالعقلية، هي العقلية اللي لا تفكر إلا بإقصاء الآخر. على كل حال أنا بدي أوجه لهم كلمة بس، أنتوا سكرتوا الصفحة صح، نحن فتحنا غيرها طبعا وشغالين بزنس as usual، بس بدي أقول لكم شغلة، أنتوا قويتونا ونحن راح نساوي بدل الصفحة راح نساوي ويب سايت، وراح نسوي 20 ويب سايت كمان، وراح نوصلها لتصير قناة تلفزيونية إذا بدكم، وراح نبقى ونحن باقون ونتمدد، ولا نشوف من يضحك آخرا، مين راح يضحك بالأخير. على كل حال خلونا مع ضيفنا. أهلا وسهلا فيك أخي دمهات، يا ريت تعرف الجمهور على نفسك، تفضل. أكيد، أنا اسمي دمهات، ملحد من سوريا، أنا كردي، ملحد جديد، يعني مو جديد، يعني من خلال سنوات، صار لي شي 3 سنين ملحد، أول أساس إمتى الحدث؟ شو كانت الفكرة؟ يعني أنا ما كنت مسلم متشدد، يعني عائلتي يعني انشأت بالبيئة ما كانوا متشسلين، بس أمي أبوي يعني بيحبوا المسلمين، بس فقط المسلم المعتدل أقوى من المتشدد، لأنه لا بيعرف الإسلام ولا بيعرف بدك تقول له أنا مسلم كثير بيقول لك أوف، ليش أنت كل الأولاد متشدد؟ بدك تقول له أنا ملحد بيقول لك ليش عم تكفر بالله؟ يعني المسلم المعتدل برأيي أنا أقوى من المتشدد، يعني المتشدد يعني آخر طريقه. اخي دمهات، أنا اسمك سجن. المسلم المعتدل، ونجي هالاسئله هاي كلها رح نجي لها، بس يعني بس خلينا نفهم، انت كتربيه من الطفوله للكبر، كيف تربيت؟ باي جو ديني مثلا؟ الاجواء الدينيه، الطقوس الدينيه اللي كانت تمارس حواليك، المظاهر صحيح، المعيه اللي مرتبطه بالدين، كيف وصلت لمرحلة الملحد من طفولتك لحتى وصلت لمرحلة الملحد؟ إذا بتحكي لنا إياها بالتفصيل لو سمحت، تفضل. أكيد ولا يهمك. شلون بدي لك، يعني أنا أساسا كنت ملحد مو من 3 سنين، بس ما بعرف شو هي الإلحاد، ما كنت سمعان عنها، بس أنا بعرف كنت أقول للناس يعني مثل القانون، يعني بالزمانات ما كان في قانون، كان يعملوا شريعة ودين، يعني كنت بقول لهم ما في هيك شيء، يعني كان برأيي يعني هذا الشيء بديهي حقيقة، بديهي يعني الإجرام قانون بيقول لك لا تقتل حدا إلا مثلا يعني بيعاقبوك، بس هون العقوبات إذا تحلف لهم بيسامحوك، يعني أنا حلفت أنا ما قتلته، بس القانون ما بيسامحك، ما بيعرف الحلفان بيحطك بالسجن، بس المسلمين لا، إذا حلفت قدامهم بس لأنه حلفت هذا بيحلف هذا مسلم عيفوه اطلقوا سراحه. على كل حال احكي عن نفسي، انا يعني بدأت معي الإلحاد من زمان، بس ما كنت اعرف شو هي الإلحاد، كان بيني وبين نفسي اكثر شيء، يعني كان يعبدوا الله، يعني يروحوا على الجامع، انا كمان كنت اروح على الجامع اصلي، وشي صليت شي 2 3 يعني على ما اظن، كنت اصوم
بس يعني دائما كنت افكر بيني وبينها، يعني امرنا هالشيء شو نستفيد بالنص، يعني شو عم نستفيد بالنص؟ شو بيقولوا لك المسلمين؟ لا العبادة كويسة، أنت عم تعبد ربك، ليش يعني هو محتاج حتى عم تقوله يعني بده يحتاجني أنا بس مشان الساعة 5 أصلي له، يعني ما بعرف أجوح حالي مشان بس الله يرضى عني؟ يعني أساسا ما كنت أحب هالشيء. كيف بدأت معي فكرة الإلحاد؟ أنا كنت موجود بتركيا من شي سنتين ونص من الحد، يعني من وقت ما جيت على تركيا. أنا بسوريا الظروف ما كانت تسمح، يعني النت كان ضعيف جدا، أساسا ما كان موجود، كنا نشتغل ليل نهار بس نعرف لا إله إلا الله محمد رسول، غير هالشي ما نعرف. بس كده يعني جيت على تركيا، كنت أفوت أكتب بالخوف طبعا، كان بقلب باليوتيوب هل الله موجود؟ ما يطلع لي شيء. بعدين استغفر ربي، لا 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 ليش عم بكتب هالشيء؟ لا لا ما اكتب هالشيء. بعدين الله بيزعل مني. يوم يومين ثلاثة طلع لي الملحدين العرب، صفحة الملحدين العرب. أول شيء عم بسمع الإلحاد، شو هذه الإلحاد؟ فتت لجوا، شلون عم ينتقدوا الرب؟ طلعت لبرا قلت أوف، هذول طالعين من الدين، هلا بده يطلعوني من الدين، بدي يفوت على النار. يوم يومين ثلاثة بس الشك في راسي، الشك موجود. ليش هالشك موجود؟ لأنه أنا مسلم ما بعرف شيء عن الإسلام. لما بشوف حدا عم بينتقل للإسلام بقول لهم لا تنتقدوا، هذا شيء كويس بس أنتم مالكم كويسين. بس الحقيقة واحد يكون مسلم متشدد، يعني بيعرف كل شيء عن الإسلام، لما بيفوت على شيء موقع من الملحدين، لما بينتقد هذا المسألة، إذا كان حديث إذا كان أي شو ما كان، بيعرف هو شو الآية. لما بيشوف انتقاده بيقول لعنا، معقولة أنا ما كنت فهمانة عم يحكوا عنا؟ هذا هو الموضوع. يعني أنا كنت مسلم عادي، يعني حتى تحولي للإلحاد يعني ما كان صعب علي جدا، ما كان صعب. يعني في بعض العالم بيكون عليها صعب لأنه كان متشدد جدا، بيخاف يخسر هويته. أنا ما كان عندي أساسا هالهوية، بس كنت أتمنى يكون عندي هوية إسلامية من زمان، لأنه ما كنت بعرف شيء عنها. كنت دائما بفكر الإسلام فوق الكل، ما كنت أعرف العنصرية. يعني كنا نكره اليهود، ما بعرف، بقول والله يهود يعني كنا نشوف أكثر من خنازير، هدول المجرمين. بس الحقيقة مو هيك، الإسلام أكثر منه مجرم، بس نحن موجودين فيه. لما تكون موجود فيه، يعني كيف يعني بين عائلتك يعني شرسة، بيهجم على الكل، بس أنت بيناتهم هن عم يحموك، أنت عم بتحبهم، يعني صار فينا نفس الشيء. بس الإسلام حتى جوات العائلة بيقتلوها، يعني حتى من المسلمين. تعرفوا هلا حروب الشرق الأوسط كلهم من المسلمين، كلهم من العنصرية، عنصرية الأديان، هذا بيقول هذا حنبلي، هذا بيقول هذا داعشي، يعني كلهم فايتين ببعض، مو فهمانين شيء. معقول الدين يخليكم تاكلوا لحوم بعض يا زلمة؟ يعني هو شلون للأسف بيقول أخي دمهات، يعني للأسف شفنا على الشاشات يعني أكلوا لحوم بعضهم للأسف، ومثل ما قلت أنت أكيد بلادنا من غير العلوية والسنة عم بتحاربوا للأسف الشديد، يعني غير الشيعة والسنة أتباع علي وأتباع عمر هالحكي هذا. طيب عندي سؤال هون، أنت كيف بتقيم بين المسلم المعتدل والمسلم المتشدد؟ على فكرة بس قبل ما تجاوبني، تفضل. الأخ دمهات اختار هالأسئلة، هي هو اللي رايد يناقشها، اوكي وموضوع يعني نحن قلنا بين فوارق بين المسلمين، يعني هو بصراحة كتر خيره مثل ما بقولوا، يعني أخذ كتير مواضيع شكرا لك. وراح يناقشها معنا، ف أتمنى يعني تستمتعوا بحديثه. تفضل يا أخي، كيف تقيم بين المسلم المعتدل والمتشدد؟ تفضل.
شكرا لك استاذ جان، ان شاء الله يكون حديثي ممل بس حديثك ممتع بصراحة. شكرا لك. اتمنى يعني يصير اعجابكم، يعني كيف اقيم بين المسلم المتشدد والمعتدل؟ اول شيء بحكي على المسلم يكون متشدد، يعني بيصلوا بس ما بيقول لابنهم انت كمان تشدد، يعني هذا هو المسلم المعتدل مثلي انا، يعني عائلتي كانوا يصلوا بس ما يقولوا لي انت كمان عمل نفس الشيء مجبور، يعني ايش بدك تعمل هالشيء، ما كان في هيك شيء. المسلم المعتدل لا بيصوم لا بيصلي، بس بيقول اشهد ان لا اله، يعني بيشهد بس بينطق كلمه الشهادتين، بيقول انا انسان مالي كويس ما فيني لا صلي لا صوم، بس دائما بيدافع عن الاسلام بشراسه، لانه هو سمعان عنا انه اسمه العنوان منيح اسلام سلام، يعني بينتمي للسلام، بس العنوان مو مثل المكتوب جوا، يعني السلام مش السلام. عم يذبحونا، عم بقول دخيل الاسلام، الله يلعن الاسلام، الله طبعا يلعنهم. شلون بدي اقول لك، المسلم المعتدل بيكون يعني الانشاء تبعه كان عادي جدا، بس اما المتشدد بيصلي بيصوم، يعني ما بيخلي شيء من الاسلام، بس كمان بيكون عنده نقص بالاسلام، يعني كل واحد قال انا مسلم متشدد صار اسلام كامل. يعني الحقيقه هلا بدي اعطي احصائيه بلكي مو مؤكده، 90% او 80% كلهم مسلمين معتدلين او شبه متشدد، المتشدد 10 20% يلي بيآمن برجم المرأة، يلي بيآمن بالقصاص قطع الرأس، يلي بيآمن بالقطع الإيد والقطع الرجل، يعني بيآمن بكل شيء، يعني شو في نصوص مثل داعش، يعني شو في نصوص بالإسلام بيآمن بكل شيء، هذا هو المسلم المتشدد. المسلم المعتدل دائما بيكون عم يحمل المسلم المتشدد يلي عم يقتل يلي عم بيأرهب، يعني دائما المسلم المعتدل بقول هدول مو من الاسلام، لما تقول هدول مو من الاسلام انت عم تبرئ الاسلام منهم، هدول الاسلام، هدول الاسلام الحقيقيين. يعني نحن كلياتنا بنعرف حروب القديمه، كنا نقول ما شاء الله كيف عم يقطع الراس، ما شاء الله الرسول هيك عمل، ما ايش شو هذا يا زلمه. طيب طيب اخي بنهات، يعني برايك انت شو اللي يعني كيف اصبح المسلم المتشدد متشدد والمسلم المعتدل معتدل، يعني شو اللي خلاهم يكونوا بهالشكل هذا؟ تفضل. صحيح حكيت، المسلم مع الوقت، اكيد مع الوقت، هلا بزمانات قبل 1400 سنه بزمانات الرسول، يعني صلعم زمانات صلعم، هو ما قال انتموا للاسلام، قال كان في دعوه، يعني دعوه عاديه، يعني قال انا صرت نبي بعد صار عمره 30 سنه 40 سنه، من وين صرت نبي؟ صابك الجنون. المهم هذا كله مع الوقت، المسلم المتشدد ما كان مسلم اسلام، كان ينتمو لاديان اخرى. اجى هالدعوه شوي شوي، صدوا 20 واحد 100 واحد 200 واحد، يعني هدول ال 200 واحد عم بيستفيدوا من المرسل، يعني عم بيستفيدوا من صلعهم كغنائم كمثلا اي شيء كسبايا، يعني راح على بعد ما طلع من مكه راح المدينه، هنيك يعني صار يحارب، لما صار يحارب يعني صار عنده جيوش بالمئات آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف، هدول الجيوش أكيد كلهم صاروا متشددين 100%، ليش عم يستفيدوا؟ في استفادة من الموضوع، مو شيء رباني، يعني مو شيء رباني بيقولوا يعني مشان نفوت على الجنة، هم كانوا برأيهم يستفيدوا من هالدنيا، كان الصلعة يعني يعطيهم كمان أمل
بعد ما تموتوا انتم مجاهدين، لما تموتوا بدكم تاخذوا من هذيك الدنيا 70 حورية. هون شو بيصير فيهم؟ بيصير متشدد 100%. أكيد ما كان في ناس ما بيأمنوا فيه، يعني مبين من القرآن ولا حديث كان ينتقد العالم بيقول لي مثل اليهود ما كان يأمنوا فيه. قال لما بس يأمنوا 10 من اليهود فيني ما كنت بطردهم من المدينة تبعهم، بس 10 يأمنوا فيني ما بطردهم، ما حدا آمن فيه لأنه كان دعوته كاذبة. لحد اليوم يعني المسلم المعتدل كيف صار معتدل؟ ما عاد يستفيد شيء من الأديان، يعني بس هو بده يصلي، بده يعني كل شيء كبت، بده يكبت حاله جنسيا واحد، اثنين بده يعمل روتين لحياته، ثلاثة بده يقول يعني فكروا عني، فكروا عني، عملوا أخلاق تبعي، بدي أمشي على هالأخلاق. يا أخي أنا إنسانيتي ما بيخلي أمشي على هالأخلاق يعني بشعة. من هالشيء المسلم صار معتدل، يشوف يعني في أخطاء، ذبح ما بعرف، جاهد لأجل الله، اختول فلان، اقطع ايد. هذا بقول انا ما بامن بهذا الحكي. اذا انت ما بتامن ما بتكون مسلم معتدل، ما في شيء اسمه مسلم معتدل، هذول المعتدلين كلهم ملحدين على فكره، لانه ما بيامنوا بالاسلام 100%. يلي بامن 100% هذا بيكون اسلام، ما بيكون اسلام، هذا ارهابي. هذا النصوص كتاب لازم يكتبوا عليها مو اسلام، يشيلوا هالكتاب ويشيلوا القران يحطوا الارهاب الاسلامي، ارهاب. لأنه إذا في جواته قتل وذبح وقطع أيدي ورجم، يعني كل هالشيء موجود، يعني ما في شيء بينتمي للسلام. شو بينتمي للسلام؟ ما عم بيقول حب الآخر. يعني أنا قرأت القرآن، يعني إذا مو كله أكثر من ثلاث أرباعه ما شفت شيء كلمة بيقولوا حبوا بعض. يعني ساعد رفيقك، ساعد مثلا اليهود، يعني شو ما كان يعني ساعدوا بعض، لا، بس حب الله وحب رسوله، حب الله حب رسوله. إذا أنتم فوقنا يعني على الأساس، يعني على الأساس أنتم فوقنا، ليش بدنا نحبكم؟ خلينا نحب بعض أحسن. طبعا. يعني يا أستاذ، يا أستاذ، يعني المسلم المتشدد ما كان متشدد مثل ما قلت لك، مع يعني قبل شوي حكيت طلعا يعني طمعهم بالمصاري وبالغنائم. وشو بيقول المسلم المعتدل؟ بيقول نبينا ما كان يعرف يقرأ ويكتب، شلون الله يعني ألف القرآن؟ يعني شغلة مو شوفت حال. هلا أنا صار لي سنتين ونص بتركيا، تعلمت اللغة الإنجليزية مع كتابة طبعة، لا تعلمت لغة تركية بإتقان كامل مع كتابة طبعة، بعرف يعني مو كأنه شوفت حال، يعني بعرف أربع لغات وأكتب يعني فيهم، عمري 22 سنة، معقول هذا بس لغة عربي ما يعرف الأحرف؟ يعني هذا ما في شيء بيدخل المخ. أنا لا درست، وأنا دارس للصف السادس يعني في سوريا، مو أكثر ولا أقل. بيقول النبي كان لا يعرف يخطب، كان أمي، إذا كان أمي يعني ما في يتعلم لغة يعني كان لغة العربية لغة الأم. يعني هذاك الوقت كان مؤلف من 16 حرف، يعني مو أكثر ولا أقل، 16 أحرف. عم بقول والله نبي ما كان أمي. هو مسألة إنه أمي هي أي يعني كله يعني مقدمات، يعني عم بيحلول النبي. أنا متأكد، أنا متأكد هذا القرآن اتعدل كتير فيه، اتعدل قديش صار يعني حط، ما كان هذا صلاة، ما كان عنده معجزات، حطوا عليه معجزات مع الوقت. هذا الشيء صار له 1400 سنة. شو بيقولوا؟ إذا كان في نقطة صغيرة خطأ بالقرآن بيقولوا الشيوخ هذا هذا آية منسوخة، إذا ما نسخوها لسه كان أخرب من هيك. هذول القدماء كانوا عم يحلوا الخطأ يلي فيه، كان مليء مليء بالأخطاء. سورة البقرة يعني مثل ما سمعت، مثل ما سمعت حتى من الشيوخ، كان 200، كان أكثر من 200 فقرة. يعني هلا ما عم لاقي 60 70 هيك شيء، 65 صح؟ أكيد هدول 150 فقرة شالوها، كان فيها أخطاء كثير. يعني القرآن ما فيه غير أخطاء، يعني إذا بدكم تفرجوا على، تفرجوا أول شيء على الإسلام، بيحكي على المعجزات القرآن، كيف الجنين وما بعرف الشمس والقمر،
القرآن حكى غير عن الشمس والقمر، ما حكى غير الشمس والقمر والأرض، هو حس نحن مركز الكون كله، في سمك هم عمود، وزينا السماوات وما بعرف ورفعنا السماء عن الأرض. قلت لك في بداية الحلقة الدين هو اللي بده يخرب حاله، مو وسيلة بس انترنت. إذا يكون إنسان عاقل يدرك دينه كتير منيح بانتقاد، مو بس يقرأ القرآن بدون ما يفهم شيء. إذا قرأت أي كلمة بدك تعرف معناه، إذا ما عرفت معناه أنت عم تقرأ على الفاضي. هلا الدين بده يخرب نفسه بنفسه. بالضبط بالضبط. هو الدين يعني مثل ما بيقولوا دود السوس منه فيه، يعني دود الخل منه صحيح فيه. فالدين المشكلة هو انتشر بالسيف وكل الأديان. طبعا أنا برأيي كل الأديان انتشرت بالعنف، يعني خلص. لأنه ما كان في وقت شيء يتواصلوا فيه الناس ويعبروا عن أفكارهم، بس هلا بوجود الإنترنت الناس بلشت تعبر عن أفكارها أكيد وتعرف أفكار بعض، فالدين ما بقى له مكان يعني للأسف. أخي هلا في عندي سؤال، بيقول برأيك يعني في تعصب بالأديان؟ الحقيقة يا أستاذ جان، أنا في عندي حكي هون، في تعصب بكل شيء، مو لست فقط في الأديان، بس الأديان أخذ نسبة كبير من التعصب. هلا أنا بقول لك حتى في تعصب، يعني لا تزعل مني، حتى في تعصب من الإلحاد، بس شبه بسيط جدا. كيف يعني؟ هلا أنا ملحد، لما بحكي لأهلي هم مسلمين معتدلين، يا مياب يا أختي يا أخوي، هاي موضوع هيك 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 هيك، انا بقول روح له، انت ما بتعرف شيء عن الاسلام، انت ما بتعرف شيء. هب هالنقطة انا ملحد، بدي ابدا اتعصب، بعصب يا زلمة. بقول لهم اساسا هم لا بيعرفوا البيك بانج ولا ايفوليوشن، بحكي لهم على التطور، بيقول ايش هالتطور، بيقول انت صار تطور بعقلك. تعصب الاديان يعني اخذ نسبة اكثر من 70% بالاديان، لانه الكلمة في مثلا كلمة قطع اليد السارق والرجل السارق، هذا الشيء يعني مستحيل فيك تغيره، مستحيل. ليش تروح على السعودية فرضا، نروح على إيران مثلا، هم عم يقطعوا إيد سارق، بتقول لهم مثلا نحن تحدثنا لا تقطعوا إيده، حطوه بالسجن. أنت مثلا عم تحرق له حياته لهالشخص، بلكي هذا الزلمة فقير من جوع عم يسرق. يعني بيقولوا لك والله انت عم تعترض على حكم الله، يعني تعصب 100% مو 70%، يعني ما في شيء بيتعدل. لما تجي على القانون، يعني القانون دائما قابل للتغيير، بيقعد لك 20 شخص بيحكوا عن القانون، يعني بأي وقت، حتى العلم بأي وقت فيه يتغير. والتعصب الديني يعني تعصب فيه بكل الأديان، بس بالأخص الإسلام أكثر شيء. أنا برأيي أنا مسلم، أنا لست مسيحي ولا يهودي، يعني أنا بعرف ديني أكثر من غيري أكيد. ألا المسيحي بيعرف دينه، المسلم بيعرف دينه، اليهودي بيعرف دينه. ألا أنا بديني في تعصب كثير، مثلا بحكي وجهة نظري عن الدين، لا بيقول لك وجهة نظرك غلط، هذا مكتوب هيك مستحيل فيك تغيره. إذا هلا أنا برأيي حتى كل الملحدين، يعني عم بحكي عن كل الملحدين باسمي، انا شلون بدي اقول هلا اذا القرآن يتغير قابل للتغيير، بس يشيلوا هالكلمة القتل ويشيلوا قطع الايد مثلا والرجم والسبايا، بس يكون دين كروتين، يعني يصلوا ويصوموا ما في غير هالشيء. يعني بصراحة انا ما راح انتقد حدا بهذاك الوقت، لانه انتم ما عم تأذوني، اذا انتم ما اذيتوني ما راح اذيكم. هذاك الوقت انا ما راح يبقى عندي تعصب. الملحد قلت لك قبل شوي ليش عنده تعصب؟ لما بيشوف مثلا الاديان عم بيكفروه، عم بقول مثلا الاسلام عم بيكفرني، عم بقول انت كافر، انت لازم تنقتل. ليش بدي انقتل؟ شو سويت لك؟ قتلت لك ابوك؟ بس حكيت على الرسول، لو ما بعرف حكيت على الله، خير عيش الله عجلا. هذا الله، كل واحد ما تاخذني بالكلمه، كل واحد مخترع لي الله بكيفه. يعني
تاريخ الله أسطوري. ليش هم من المسلمين المعتدلين؟ المسلمين المعتدلين ما فيه يتخلوا عن فكرة الله وما فيه يتخلوا عن صلعهم، هم بيفكروا صلعهم صلعهم صنع لهم الله طبعهم. ليش واحد ما حتى أنا أحيانا ما فيني أتخلى عن فكرة الله، بقول إن شاء الله ما شاء الله، يعني إذا تقول لواحد إن شاء الله يعني عم تزبله إيه بعدين، يعني فهمت علي مو هيك؟ أما إذا يكون واحد ملحد حقيقي هذا إنسان بيكون متصالح مع نفسه. وكيف يعني؟ إذا خلينا نقارن بين الدكاترة، الدكاترة بالشرق الأوسط واحد بده عملية بيعملوا له عملية، يعني اتكلنا على رب العباد وعم يعملوا العملية، إذا زلمة مات والله خلص عمره. إذا شلون بدي أقول لك؟ إذا ما نجحت العملية بيقول الله ما نجح، أنا كان يعني بيحكوا شروي وغروي، بس يعني بخلصوا حالهم بفكرة الله وبفكرة الحلف، يعني بخلصوا حالهم. أما بالدول الغربية مثلا في دكاترة يعني أنا بظن يكونوا ملحدين حتى. ليش بينجحوا معهم عمليات جراحية أكثر من الشرق الأوسط؟ الشرق الأوسط بيقول تكلم على رب العباد، بيقول يعني 90% على الله و10% علينا، وما راح ينجح معه وراح يقتل الزلمة. أما يكون بأوروبا الزلمة بيحط الله على جنب، بيقول أنا هي شغلتي. إذا مثلا الزلمة ما تحت إيدي بيكون خطأ مني أنا، لأن هذا العملية مثلا أي عملية كانت لما بيموت الزلمة هذا بيكون خلل من الدكتور، بيحطوا باسم الله بيخلصوا حاله. حتى مثلا فكرة ما سألتني السؤال بس راح أحكي عنها، فكرة الشيطان. أنا هي أنا بشتغل محل تلفونات، تلفون نحن شفناه على الكاميرا، تعرف المحل موبايلات كله مراقب بالكاميرات، سرق موبايل شفناه، كان يعني جبنا رقم تلفونه حكينا معه قلنا له ترجع التلفون، ما رجع التلفون بعطى مع واحد ثاني. قال والله الشيطان لعب بعقلي. قلت له انت الشيطان باساسه، يعني هذا هو المسلم الحقيقي. دائما بقول الشيطان، كل شيء بحطه على الشيطان، شو صار الشيطان؟ خرب الدنيا الشيطان، شو؟ لا انتوا الشياطين. هلا انت سرقت التلفون، الشيطان شو بده يستفيد من هالشغله؟ بس فهمني انت، يعني حبيت التلفون وسرقته، انت عم تاخده لعلك مو عم تاخده للشيطان. هلا انت يعني ارتكبت ذنبين، ذنب هم سرقت، الذنب الثاني عم يعني عم تفتري على حدا ثاني، عم تقول شيطان عم تبوعنا. كيف شيء يعني شيء مثير للضحك يعني الحقيقه. للأسف، للأسف أخي، للأسف يعني عقول يعني عقول من آلاف السنين، يعني خلينا نقول. صحيح. طيب أخي دمهات، تفضل. رأيك شو الفرق بين المؤمنين والملحدين واللادينيين؟ تفضل. الفرق كبير كثير. الملحدين، عيد السؤال بعد إذنك. بيقول السؤال شو الفرق بين المؤمن والملحد تمام. اللاديني، يعني هل لا ثلاثة تسمع. تمام. فرق كبير كثير. هلا المؤمن يعني هو يعني قابل يعني يقول يروح على الإلحاد، يعني كل واحد قابل يروح على الثاني يعني. بس أنا برأيي مستحيل الملحد يعني يكون ملحد حقيقي يتنقل لدين، بيكون هذا الزلمة صار في مخه مشكلة. إذا يكون ملحد يلتجئ لدين، يعني بيكون شاف منام، يعني صار مخه مشاكل يعني. واللاديني يعني هذا اللاديني شلون بدي احكي عنه؟ ما بيقبل الاديان، في قوة عظمى، في قوة ما يعني مسببة لهالارض ولهالاكوان هالكواكب يعني. هذا بس بيخلي عنده امل يعني اذا نبتت بيوم من الايام، اذا طلع قدامي اي الله بقول له والله انا كنت بامن انه في الله. اما المؤمن بيامن بالله، محدد، الله محدد يعني أوصافه محددة، كي شو بيحب شو ما بيحب. هلا قبل شوي حكيت قلت له كل واحد عامل الله على كيفه. كيف يعني؟ المسيحيين بيحكوا عن الله المحبة، يعني
عنجد انا ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله مع المسيحيين ابدا، لانه هن بحالهم، انا ما بيزوك. صيروا متدينين قد ما بدكم، اذا بدكم تصيروا ملحدين، انا بس خليني اعيش بحريتي. اما الاسلام ما بيخليك تعيش بحريته. المؤمن شو بيقول لك؟ هذا اللي بيكون شوي ما بيأمن بكل شيء بالقرآن، بيقول لك عيش على كيفك بس لا تخرب الدين. بس انت يلي عم تحكي هالحكي، اذا ما يكون عندك وجدان ما راح تحكي هالحكي، لان انت كمان ما بتأمن بالاديان، ما بتأمن بالدين، بس انت مأمن بكم كلمة بالقرآن. شو بيقول؟ بيقول لي والله القرآن قايل لا إكراه في الدين، القرآن قايل يعني مثل ما قلت لا يكرهها في الدين. شلون لا يكرهها في الدين؟ بس في كلمة واحدة بس ب 25 آية بيقول قاتلوا الكفار، الله ما بيحب الكفار. ما بعرف في كلمتين بالقرآن بيقول الذبح، يعني في مرتين مذكور كلمة الذبح، بس في كلمة واحد بيقول يعني لا يكرهها في الدين. هذا بيكون هذا القرآن يعني ما نزل من سنة طبغم على الأرض، هذا تألفت ب 23 سنة طول حياة النبي، على أساس يعني نبي مبهدلنا، مبهدل شعبه كلياته. يا أستاذ جاد، اللي بكل دول المسلمين حدا مخترع له شي شغلة بيقولوا اختراع حرام. حتى الحنفية، هذا في مذهب حنفي أكيد بتعرف ليش هذا المذهب، ليش صار هذا اسمه حنفي؟ الأجانب عملوا حنفية، يعني ما عاد يسحبوا بالسطل، ما عاد يسحبوا بالسطل، عملوا حنفية، صار أسرع وصار أريح. كل الأديان قالت حرام، هذا يلي بيشرب من الحنفية أو بيتوضأ من الحنفية بيكون زنديق. بس المذهب الحنفي يعني حللت، قال يعني حنفية عادي يعني عم نستفيد منه، قال من هالشيء صار اسمه حنفي. صار حنفي. أنا بتقول حنفي هو يعني في فرق. أنا بين المؤمن والملحد في فرق كبير، أما بين الملحد واللاديني فرق واحد فقط، هذا فرق ما بيختلفوا عنه يعني الملحد واللاديني. الملحد بيقول لا، هذا اللاديني خليك على كيفك يا أخي مثل ما بدك، يعني إذا بتآمن إنه في الله آمن، ما لي عندك شيء ولا انت اللي عندك شيء. اما المؤمن بكفرك، بكفر الثاني كمان هذا اللا ديني، اما بكفر الملحد اكثر شيء، بيقول هذا العمى ده ما عم يعمل الله، هذا مش شغلتك امن ما يامن. يا استاذ جان، هلا خلينا نفترض انا وياك، انا مؤمن وانت ملحد، انا وياك بالبحر، انت ركب بسفينتك قارب تبعك، انا ركب قارب تبعي، شفت سفينتك مبخوشه، انا عم شوفها بعيني حقيقه، يعني انت بدك تفوت، يعني افترض نار، يعني هو جهنم تحتنا، انت بدك تفوت على النار، انا سفينتي سليمه، بقول لك يا استاذ جان انا بحبك، بركب سفينتي، يعني كيف يعني عم بدعيك لدين تبعي، يعني بدك في نجاة هون. يا استاذ انت اركب سفينتي ما بتغرق بالبحر، انت شو بتقول لي؟ لا انا مبسوط حالي، انت خليك بحالك، تيجي طالع سلاحك تقتلني، هذا في له داعي شيء؟ لا طبعا اكيد لا. إيه هذا الاديان عم يعمل نفس الشيء بدون ما يدركوا. ودائما المسلم المؤمن العادي بيحمي للارهاب، محمي للارهاب. المسلم على اساس معتدل هذا بيكون كمان عم بيشارك القتل. ليش؟ لأنه إذا واحد بيقول في كلمة عربية يعني تحمي على الحرامي، بتكون حرامي مثله. صحيح. لا هذا مو إسلام، هذا بريء من الإسلام، في كتير برأوا من الإسلام. بس أنا متأكد، أنا هون موجود بتركيا، في كتير ناس بيأمنوا بداعش، وفي كتير ناس طلعوا من هون راحوا على داعش، لأنه هذا يعني عن جد عم تكون دولة إسلامية، الدولة الإسلامية الحقيقية يعني بيمشي على القرآن حرف بحرف، وعلى الأحاديث حرف بحرف. في مؤمنين كمان، في بين المؤمنين أصناف، كيف يعني؟ في مؤمن يعني بيأمن بالقرآن فقط، ما بيأمن بولا حديث،
بس بقول انا بدي امشي على طريق صلاح. اذا تقرا القران كلياته يعني لا فيها شريعه، لا بيحدد وقت الصلاه، يعني في كثير نقص، جدا في نقص كثير. يعني شو عم بيقول لك القران غير الشتائم؟ فيه شتائم كثير جدا، غير القتل، غير مثلا السبايا وما بعرف شو. عم بيعلمك الحرب، ما عم بيعلمك السلام، عم بيعلمك الحرب. من هالشيء الارهاب عم يطلع من جوات القران، عم بيطلع من جوات الاحاديث، خصوصا في حديث والشيوخ اكدتها على هذا صحيح، هذا حديث صحيح 100%، امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده رسول الله. لا مو هيك، امرت ان اقاتل الناس لا ليقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله. هذاك الوقت بيعصموا عني دماءهم واموالهم وياتوا بالزكاه. يعني لما يقول انا امرت ان اقاتل الناس، مين هدول الناس؟ يعني جميع الناس. في شيء اسمه ناس يهود، اذا تقول ناس يعني جميع البشر، حتى المؤمن الله عم بده يحكي على المؤمن المتشدد. المؤمن المتشدد خصوصا هدول الشيوخ بيقول لك كيف بدك تقتل الوزغه. الوزغه بتعرف الوزغه ابو بريس؟ نحن انا بسوريا، اذا تضرب اول ضربه تكون شاطر تقتلها باول ضربه 100 حسنه، تضرب ثاني ضربه 70 حسنه، ثالث ضربه 50 حسنه، رابع حسنه، رابع ضربه ما بينحسن حسنات. هذا بتكون انت واحد ضعيف، يعني شلون ما كان، يعني ايش هو هذا؟ يعني بدي يقتل حيوان ما بيفقه شيء، ما بيعرف شيء، يعني هذا حيوان عم يلحق لقمة عيشه، عم يرقد. شو في اكل؟ في شو؟ بالعكس هذا ابو بريس مفيد جدا. يعني اذا في عندك حشرات بالبيت بياكل لك ياهم، ابو بريس ما بيأذي، يمشي على جبنك ما بيعضك. ليش لا تقتله يعني؟ على شو عم يعتمدوا؟ انه نبي، انه على هذا، انه شيء قبيح، شيء مو كويس. اساسا هذا الشيء بلكي في المؤمنين بيعرفوا عنه، في حدا ما بيعرف عنه. هذا قصة سيدنا إبراهيم على أساس هذا كان نبي لليهود. الله ما كان بده يحرقوه، زتوه على النار قد الجبل، قد الجبل، يعني إذا يطير طير من فوقه كيلوين متر بيعملوا فروج بينزلوا على الأرض. يعني شوف هالكل الحرارة. قال قديش في حيوانات كله ساهمت بإطفاء النار، بس فقط الوزغ، الوزغ اللي حجمه ما بيطلع الشبر أو شبر ونص، مثلا تقرب من النار، كل هالنار الكبير تقرب منه. حتى البشر ما تقربت منه بالكيلوين، 3 كيلومتر حطوا بالمنجنيق، وعلى أساس يعني هذا قصة خرافية أنا ما بصدقها. يعني العقل البشري لا يصدق، بس يعني عقله جاهل، يعني ما بيعرف شيء بيصدق. شو من كان، شو من كان، صحيح. شو بدي لك بالكيلومتر ذاته؟ يعني هذا الحيوان الضعيف، هذا الحشر، حشر يعني حتى ما بعطيه، يعني صغير كتير، كيف بده يخترق النار وبده ينفخ على هالنار كبير بده يأثر فيه؟ حتى خيو افترضنا تأثر فيه، ولع النار كتير بالنفخة تبعه، طب قتلته هالوزغة فقط، ليش تحكموا على جميع الوزغ؟ على جميع الوزغ، حتى اليوم عم يقتلوه، عم ياخذوا حسنات عليها. هذا الحيوان ما بيعرف شيء، انا ما بصدق اصلا صاير هيك شيء. يعني عم بظلموا هالحيوان الضعيف، يعني خطأ بخطأ، ما في شيء، لا ما في له اساس بالصحة. يعني خصوصي هذا في مسألة ثانية كمان خرافية، يعني سفينة نوح، سفينة نوح سنة سنة ونص، يعني المي طلع على أكبر جبل هذا الإيفرست، سفينة نوح حمل 25 نوع من الحيوانات، 25 نوع من الحيوانات. هلا في إحصائيات باللغة الإنجليزية إذا تبحث بيعطيك بحث في أكثر من 25 نوع حيوان، حيوان ثدييات يعني لسه حشرات، ما عم بحكي بس على الحيوانات الكبيرة، يعني 25 مليون نوع. إذا كل نوع تاخذ منه اثنين بيصير 50 مليون. عيف البرد، عيف كل شيء على جنب. الفيل يوميا بياكل 200 كيلو،
بس للفيل الواحد السفينة يعني مشان سنة بلكي بيتعدى السفينة، وبدك ثلاث أربع سفن كمان مشان فيل فيلين. كل هالحيوان شلون بتصدق يعني غير الحشرات؟ وأساسا يعني هذا أكثرية المسلمين ما بيأمنوا هذا الفكرة الإيفوليوشن، التطور والارتقاء. السبب نوح وآدم، يعني كله خرافي. هلا حكيت عن الوزغ، نحن كمان انحكمنا مثل الوزغ. قال ما بعرف آدم، الله مباشرة عم يحكي مع آدم وحواء مباشرة، عم بيقول يا آدم يا حبيبي أنت لا تأكل من الشجرة. الله بذات نفسه عم يحكي مع آدم ومع حواء. الله خلق له هذا الحي يعني بيحكي مشان يقول لحواء كل يعني غصب عنك هذا الطيبة ما بعرف شو. المهم نحن كمان حكمنا مثل الوزغ، بس مشان آدم ذاته برات الجنة نحن كمان حكمنا. هلا انت يعني اكثرية الناس ما بيأمنوا بهالشيء، بيقول نحن البشر، بس انت عقلك غير وانا عقلي غير. يعني انا اقتل حدا ما لازم يجوا يمسكوك، انت مالك علاقة. بس هذا دين خرافي، يعني قلت لك هو لحاله عم يكشف حاله، بس العقل الجاهل ما بيكشفه، بيقول لا كويس هذا منيح. صحيح صحيح أخي، يعني بصراحة العقل المغيب، خلينا نقول العقل المغيب، يعني ما يفكر بهالمواضيع هاي. مثل ما أنت قلت انحكمنا مثل الوزغ. يعني مثلا هلا لما الله سأل آدم ولا شيء، إجا سألنا إنا شخصيا، يعني كل واحد مسك شخصه وسأله، أكيد لا. يعني طيب، في عندي سؤال هون بيقول آدم، تفضل. هذا برأيك شو هي هموم الناس الموجودة هلا حاليا في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، الدول الإسلامية عموما؟ يعني شو هي صحيح. همومها؟ شو هيك الأهم يعني؟ تفضل. صحيح. أستاذ جان، هلا هموم الناس فقط تعيش، لا بدها دين، لا بدها الرسول، لا بدها سلام، لا بدها الله، هي بس بدها تعيش. ما عندها غير هالهم. هموم الناس خصوصا في الشرق الأوسط يعني ما حدا مهتم. هلا انا لو ما اهتمت ما كنت حتى اعرف الالحاد، ما كنت اعرف حقيقه هذا المجتمع الوسخ. اساسا انا كمان صار لي سنتين ونص بالحد، عم بحس حالي كمان يعني شلون بدي اقول لك، لسه في اخطاء جواتي لازم انحل. الانسان لما يولد من امه، لما يكون عمره سنه سنتين، اذا يكون حر اذا يكبر بيعمل اخلاقه على الواقع، على الواقع المجتمع يعني. بس نحن مو هيك يا استاذ جان، نحن من 1436 سنه عاملين اخلاقنا على الورقه، انتوا هيك هيك بدكم تمشوا غصب عنكم، اذا ما تعملوا هيك بدكم تنحرقوا. يعني هذا هو يلي خلى الناس يعني تؤمن غصب عنا، لانه الخوف بيسيطر على الواحد. حكى على الشياطين، حكى على العفاريت. هلا في ناس كتير بيخافوا من هالشي، عندهم خيال ما بعرف كيف يعني، حتى اذا ما بيامنوا لا بالاديان ولا بالشي. انا هلا بعرف في عندي اخ، عندي صديق ملحد، الحد عم بيخاف من خياله يا زلمه. بقول له شو بك يا زلمه، ليش خايف يعني، شو صاير فيك؟ قال انا هلا بقى انا بالله، على نفس الوقت عم خاف منه. ليش عم تخاف منه؟ بيحطني بالنار، بيبعث لي عفاريت، يا ما بعرف بموتني فورا، بيحطني بالنار. قلت له لك لا تعمل هيك خيالات لحالك، يعني في اكتريت من الناس هيك بيظنوا. وهموم الناس مثل ما ذكرت انت، هموم الناس بهالوقت لقمة عيشة. وانا متأكد اذا الاسلام ما يخرب نهائيا اكيد بده يبقى. يعني هلا مثل ما بتعرف انت في أديان كتير لحد هلا، مثل الزردش، مثل دين البهائي، مثل دين البوذا، يعني مثل دين الهندوس. هذول يعني صار لهم تاريخ، صار له 6000 سنة دين الهندوس والبوذا كمان، يعني ما مو أقل من 4500 سنة وأكثر لسه على ما أظن. تفضل أستاذ. طيب عندي سؤال هون بيقول،
كيف بس لماذا المسلمين المعتدلين يرفضون داعش وما هو السبب الرئيسي؟ يعني المسلم المعتدل على طول بيقول لك الإسلام براء من داعش وأعمال داعش وهالحكي هذا اللي بصراحة أسطوانة مكررة. يعني تفضل. صحيح حكيت أساسا قبل ما حكينا بهالموضوع شوي، بس هذا السؤال راح أجاوب عليه. المسلم العادي بيقول يعني داعش بريء من الإسلام، هم بيكون بهالنقطة عم بقويهم، عم بقوي داعش، لأنه كل المسلمين إذا مو كلهم أكثر من نصهم بيعرفوا يعني حروب الطلعة، حروب الصحابة. داعش على فكرة مو جديد أبدا. أنا بتذكر، ما بتذكر، بيحكوا لي أهلي كان في إخوان المسلمين بسوريا، كان في جبهة النصرة من زمان، كان في هذا أسامة بن لادن بالأمريكا اللي كانت بتحارب أمريكا، بيقولوا هدول الكفار وما بعرف شو. يعني داعش قديم جدا، يعني أكثر ما تصور 1436 سنة من صلعة بدأت الداعش، لما راح المدينة سوى هذا الخزرع، الجيوش الخزرع، هذاك النقطة بلشت الداعش. ولحد اليوم جاي هذاك شو عم يقولوا لك أحيانا المسلمين المعتدلين، بقول والله داعش بس اللي عم تفجر حالها بالناس. بهذاك الوقت بالزمان الصحابي ما كان في قنابل، كان يقطعوا الروس، يعني الرأس البني آدم إذا تقطعه شيء مخيف جدا، يعني خارج عن الطبيعة. خارج داعش عن قديم جدا، والمسلمين المعتدلين دائما بيرفضوهم، هن عم يقتلوا حالهم بحالهم، يعني هن ما بيأمنوا بداعش وبنفس الوقت بيأمنوا فيه. يعني شو بدي أفسر لك إياها؟ هلا انا كمان يعني قبل 3 4 سنين لما كنت بسوريا كان يحكوا لي على اخوان المسلمين، بقول لهم العرب كلها العرب كانوا يعني ظالمين، على كمان اكثر من هيك كمان، بقول لهم العرب هدول بريء من الاسلام، عم بيقولوا اخوان المسلمين اكيد هدول مو مسلمين. ليش؟ لانه اكثريه الناس مثلي، كانت مثلي انا، ولحد الان مثل ما ذكرت هم من الناس تاكل تشرب، وخصوصا في هذا الجيل الحديث والانترنت وما بعرف، يعني واحد يعني بينبسط بالحياة، ايش بده بالاديان، ايش بده بهالخرافات. من هالشيء في كثير من الناس ما عم بينتبهوا على الاديان ابدا. في صور احيانا بتنتشر على الفيسبوك، على الفيسبوك في ناس كثير راقدين على القرآن، في شخص واحد راقد حقيقة، هذا هو اللي صاير. بس هذا الشخص اللي راقد هذا بده يطلع إرهابي، بده يطلع داعشي. هذا اللي يعني بيرقدوا على الفيس، هذول كمان مسلمين، بس مسلمين كيف يعني خارجين عن الإسلام، بيقولوا الإسلام كويس لأنه ما بيعرفوا شو هي الإسلام، بيقولوا إسلام كويس كثير وما بعرف. هي يلي بدها تنقذنا، يعني الصلعة بده ينقذنا لآخر الحياة. يعني هو ما أنقذ حاله لما كان على الفراش الموت، مات من حبها يا زلمة، مات من الصف، وحده سببته. وكمان بيحكوا على انه صلعب تنبأ للامام، يعني تنبأ على هدول دواعش. هذا الحديث بيقول اذا رايتم رايات السود فالزموا الارض ولا تحركوا ايديكم ولا ارجلكم. اساسا هذا كلمه صلعب ما حكاها، من هذا الفوض ابي حريره يا هذا ابن الكثير. ليش؟ هذاك الوقت صار مذاهب، كان في كم مذهب، المذهب الثاني كان شعره طويل وكان بيقولوا نحن بدنا نقتلكم، وهذولك الثاني يعني المذهب الثاني لسه كان على سنة النبي. شو قال؟ قال يا ابو حريره طاح. شو كان قايل النبي؟ اخترعنا لنشوف. قال هذا الحديث اذا رايت برايات السود، كمان كلياتهم رايات السود، هدن وهدن. صراحة أبو حريرة، هذا أبو حريرة فلتة، يعني أبو حريرة يعني فلتة من الفلتات. على كل حال ما بدي أدخل موضوع أبو حريرة الله، بس عندي سؤال هون يا أخي دمهاد. تفضل. برأيك شو هو أقوى دليل؟ يعني أنت شخص، أنت حطيت لي السؤال هذا، يعني أكيد في عندك الدليل القاطع مثلا، خلينا نقول شو هو أقوى صحيح. دليل لصف جميع الأديان؟ يعني
اللي بيخلي فكرة الدين أصلا تكون خرافية. بديهية. بس الدليل برأيك، تفضل. أول شيء بدي أحكي عن نظريات وفرضيات والقانون. هلأ في كثير من الناس بيقول نحن ما كنا قرود، ما كنا قرود، صح حكيت، نحن ما كنا قرود، بس نحن كنا شبه قرداء، تطورنا. هلا في تطور، مشان تعرف هلا بالصين ليش كلهم عيونه صغار؟ يعني الا في سبب، تفضل. هذول كمان كان من بني جنسنا، يعني كانوا مثلنا، بلكي نحن ولدنا منهم، بلكي من اساسنا كان مثلهم، عيونه صغار مثل القرود، كمان عيونه. ما بدي بشعر للصينيين والكوريين، يعني هيك هم شوي بيختلفوا عنا، بلكي بعد 10,000 سنة بيطلع جنس آخر، يعني عم بيفترخ الأجناس. قبل شوي بدي أعرف الفرضية والنظرية والقانون. هلا بيقولوا نظرية التطور مو مثل نظرية الجاذبية، عم بيقولوا الجاذبية قانون، صح حكيت. الجاذبية يقاس قديش في جاذبية، يعني يرى، يعني كيف يعني يرى؟ نحن كلياتنا عايشين على الجاذبية هون، يعني تروح على القمر ببين، هنيك بيجي وزنك 10 كيلو، هون بيجي يعني 70 80 او 90، يعني حسب، هذا هو الجاذبية، جريتشك مثل ما بقولوا تراك. الفرضية كل يوم بالعلم في مليون فرضية، في مليون فرضية. الفرضية واحد بيحكي كلمة بيلتغى فورا، بس كلمة نظرية إذا بعد ما تصير نظرية، يعني هذا مستحيل يرجعوا عنه، لأنه هذا التطور صاير وكل يوم عم نشوفه بدون ما ندرك. أي شخص فيه يجرب، جيب قطعة لحمة عادية من شي خروف أو شي أي سادية تانية، حطه على الشمس يوم يومين ثلاثة، بعد أسبوع ما يكون في حشرات، أنا بنحطه على شي بلاطة يعني ورفعه، بتشوف بالنفس هاللحمة بيطلع فيه حشرات، بيصير بكتيريا وبيصير حياة عليها. يعني هذا التطور حقيقة، يعني نحن جينا من تطور، أكيد نحن بندرك في حشرات جديدة عم تخلق ما كنا شايفينها قبل 10 سنين أو 20 سنة. هلا أكيد مو هي ذكية مثل البشر، بس البشر كمان يعني كان له أساس شجرة، يعني شجرة العائلة، يعني مثل ما بيقولوا هذا نظرية التطور. أقوى دليل لتخريب الأديان لنفسها من الأساس يعني هي نظرية التطور، بس خصوصا المسلمين والمتدينين يلجأوا لهذا الفكرة ويدرسوها من أول للأخير. هن أكيد عم يفتحوا على صفحة اليوتيوب بيكتبوا نظرية التطور، بيطلع هذا الشيوخ يلي بينكروها أساسا، يعني بيعطوك دلائل يعني لا اساس لها من صحه، يعني ما بيتصدق. بس في شيخ اسمه عدنان ابراهيم، بس هذا الشخص انا بتاكد هذا انسان عاقل كثير، يا سيدي هذا انسان بيعرف العلم، وبنفس نفس الوقت بيرفع معنويات المسلمين، بيقول لا اسلام كويس، داعش مو كويس، وما بعرف داعش وهابي. هذا انسان اظن بقى لما اطالع حديثك اخي دمهات، هذا شخص نصاب، يعني هذا شخص نصاب اكيد نصاب، هذا عم يستفيد من الاديان، يعني عم يستفيد مصاري من العالم. بكل تأكيد. بس خليني اكمل على هذا نظرية التطور. اسمع المقاطعة. عادي ولا يهمك. يعني اكترية من الناس ما عم تنتقل على الفكرة بما انه اسمها نظرية. هذا كان الترجمة طبعا خطأ، نظرية يعني كيف يعني تنظر لشيء بعدين ما تطلع عليه تقول خطأ. إذا صارت نظرية أكيد هذا صارت حقيقة، بس كل واحد ما فيه يدرك التطور، يعني التطور عم بيصير عبر ملايين السنين، يعني عبر العشرات الآلاف السنين، بلكي بلايين السنين. مثل البيك بانج لما صار لا كان في حياة، لا كان في هدف، بلكي بصير البيج بانجات قبل البيج بانج تبع هذا الكون، يعني لسه كان في قبله، بس العلماء اكتشفوا كان الكون نقطة بداية.
في كان الكون له نقطة بداية، والكمان الحياة لها نقطة بداية. صار عقل، يعني صار مثل إنسان ذكي. إنسان أول شيء ما كان ذكي أكيد. كل العالم على بالنسبة للأديان، عمر البشرية 6000 أو 7000 أو 10000 سنة بالكثير، يعني على حسب خرافات ما بعرف نوح وما بعرف طلعة شو كانوا حياتين. هدول يعني مثلي مثلك بشر. أنا محتمل كنت آمن، بس بأي وضع كنت آمن. ينزل مخلوق لا مرة، لا يكون زلمة، يكون يعني غيرنا جميعا بهداك الوقت. حتى لو يكون بهداك الوقت يحكي على التحديثات، يعني اللي كان بده يحصل هلا، كان يعني مثل هذا القرآن يكون مكتوب فيه بالضبط يعني شو بده يصير هداك الوقت. غصبا عن الواحد بده يقابل، لأنه العقل عم بيشوف، عفوا العيون عم بيشوف، العقل عم يحكم. بس واحد حاكي كل شيء خطأ وعم بتشوف هلا حقيقة بعيونك وكمان ما عم تصدق، يعني هذا الشيء شلون بدي أقول؟ جهل. بكل بساطة بيكون جهل. نظرية التطور يعني هي اللي بدي تنسف الأديان من تحت، والدين الإسلامي مو نظرية تطور، هي بدها تخرب حالها، لأنه الدين كان من أساسها فاشل وراح تبقى فاشل. هلا المسيحي، يعني أنا مو ديني، أكيد أنا ما درست عنها كثير منيح. أنا بصراحة يعني ما عندي مشاكل معهم مثل ما ذكرت. ليش؟ هم بحالهم. بقول إذا واحد عدوك ضربك الكف، يعني عودتك تقلب لك خدك الثاني، يعني عم يعمل حاله إنسان فقير مصالح، خليك في حالك. أنا بقول لك يعني أديان خرافة. إذا أنت كمان ما بتنتقد تقول الله يسامحك، بهذاك الوقت بقول لك خليك على حالك وخليني بحالي. بحكي اللي بدك اياه واحكي اللي بدك اياه، لا تقتلني مثل ما بقولوا. بس الاسلام لما يقتلك اكيد بدك تتعصب، يعني اكيد يعني راح تحكي. كمان انت اخر شيء اذا صرت ملحد بدك تصير اله، يعني الملحد كمان بشر. اخر شيء بقى بيصدق الخرافات تبعكم، يعني هذا اساسا كلمه الالحاد. مثل ما ذكرت بدايه الحلقه، كلمه الالحاد يعني طلع من الاديان. أساس الإنسان ما كان قرد، يعني كان شبه قرد، ما كان يفقه شيء، ما كان حتى في لغة. حتى باللغة الإنسانية اللي عم بحكي باللغة يلي أنا وياك عم بحكي بالعربي، ما كان موجودة اللغة. بملايين السنين إنسان كان شبه حيوان، عقله يشتغل، حتى عقل الحيوان بيشتغل بس ما فيه ينطق، صح ولا مو صح أستاذ جان؟ هلا الإنسان عبر المراحل، عبر التطور، يعني كمان نحن استفدنا من أول. لو ما كان في أوليين ما كنا وصلنا لهون. لو نحن يعني خلقنا من أرض فورا، أكيد كنا لا نعرف لغة ولا أي شيء. صارت عبر التطور، يعني أول شيء يعني كان شبه حيوان يحكي، كان يطالع صوت مثل حيوان يفهمه على بعضه، مثل قطط، مثل أي شيء ثاني. أما شو اسمه هو الأديان، اكيد حتى الكلام، يعني الحنجره تطورت حتى صار النطق. كان في اكيد اكيد بقى. بالبدايه كانت يعني اصوات معينه تخرج من الانسان، وكانوا يفهموا على بعض بشكل تقريبي، فبدا الحنجره تتطور، وهالتطور هذا ادى الى ايجاد، خلينا نقول، أصوات تعني أشياء، تعني أشياء بالنسبة للإنسان. وتطور هالأصوات هي، تطورت إلى أحرف، وبعدين تطورت الكتابة والمسائل هي كلها، يعني كلها صحيحك يا كريم. أخي دمهات، هلا هلا تفضل. نحن أظن خلصنا من الأسئلة، بس في عندي سؤال. هلا هون أنت كنت حيطه عفته للأخير، كيف تنظر للملحدين وحملة إجهر؟ بس بدي اياك تعلق على مسألة الحملة هي الشرسة اللي قاموا فيها المؤمنين، للأسف يعني اللي ما عندهم حجة قاموا بتسكير صفحتنا، يعني بدي اياك تعلق عليها، تفضل. الله، تعليقي على هدول المؤمنين يلي عم يبالغوا عن الصفحة. ليش يعني تبالغ عن الصفحة؟ فوت على الصفحة
احكي مع هالزلمه شو مشكلته، شو مشكلته مع هالقصه. يعني هذا الشخص اكيد ما عم يستفيد، لا عم يستفيد مصاري ولا شيء، ليش يعني حتى عم يحكي؟ هو كان مسلم مثلك يعني بالزمن هالشيء، ليش تبلغ عنه؟ يعني تسكر صفحته بما انه عم يخرب دينك؟ هلا دينك عم يقتل البشريه، هذا انسان مصالح لنفسه عم بينتقد هالشيء. يعني انا بذكر هذا خطأ كثير كبير لما يعملوا ابلاغ عن الصفحه، خصوصا من المؤمنين. انا متاكد من الملحدين ما بيعملوا ابلاغات على صفحه المؤمنين. المؤمن يبربر قد ما بده، البربرته يعني كله فاضي، كله كلام فاضي، يعني ما في شيء اساس من الصحه. يعني ما بيحكي لك على قبل 20 سنه لورا، بيحكي لك بس فقط 1400 سنه، كانه نقطه الحياه بلش من عند الصلعه يا زلمه، ما في شيء ثاني. وعلى هالقصه حمله الاجهر مثل ما قلت، هذا ما بيكون شرسه، هذا حمله تبع الملحدين يلي يعني مثل انا وياك عم نحكي عن الحد. يعني هي شلون بدي لك اياها، هي مصالحه، برايي انا مصالحه. عم نقول خلي يوقف القتل، خلي يوقف الدمار، نحن ما بدنا شيء ثاني. تخرف وقت ما بدكم، بس انتم بخرافاتكم قتلتونا نحن كمان، نحن كنا مسلمين، قتلتونا نحن كمان، وبالمستقبل عم تقتلوا اولادكم انتم كمان، وبدون ما تتركوا، بدون ما تدركوا شو عم تعملوا، مثل مصاصين الدماء. بقول انا ما لي وهابي مثلهم، بس بمر الزمن بيولد ولد منك انت يا مسلم من المعتدل، بيولد ولد منك بيصير هذا ولد محتمل يكون وهابي، محتمل يقتل العالم. هذا الانسان الوهابي شلون بدي لك، وجدانه ضعيف ما بيشفع، هذا بيشوف كلمات نصوص القرآن. يعني ضحي بحالك بتفوت على الجنة، بتاخد 70 حورية. هذا بيكون انسان اناني جدا، بيقتل ابن جلته بس مشان شخصيته يفوت على الجنة، يحصل يلي على بده اياه. عم يفوت فجر حاله بخمسين شخص، هالخمسين شخص كانوا قاتلين لك ابوك، شو كان عاملين فيك يعني لحتى تقتلهم؟ وكمان بيقولوا المؤمنين الملحدين يعبدون الشيطان، لا يعبدون اي شيء، انتوا يلي عم تعبدوا الشيطان، انتوا يلي عم تذكروا كل هالشيء. الملحدين ما بيذكروا اي شيء، انسان عادي بيحب يعيش حياته مثل اي انسان حر تاني، مو شيء اكثر. يعني حملة هي اجهر، انا مع هالحملة يعني بكل قوتي من زمان، يعني مو من سنتين ونص، من سنتين ونص صارت يعني بلشت معي الفكرة الإلحادية. يعني كنت أبحث عنها، أعرف عنها أكثر، يعني موفرا يعني طبغم كمان فتت على هالموضوع. كل شيء عبر المراحل، حياة عبر المراحل. بالضبط بالضبط بالضبط. هلا ما تواخذني، حملة إجهر يعني إنسان، انت انتبه على الاديان تبعك، انت مسلم معتدل، فوت اول شيء شو اعرف دينك كثير منيح، اعرف دينك كثير منيح، بعدين تا ابلغ عن الصفحه. هذاك الوقت بيكون يعني عدو من وشلون، يعني مو عدو، ما نسميها هيك، كيف يعني الجيش يهجم على جيش، انت واحد مدني يعني مسلم مدني عادي، عم تفوت لجوا عم تقول انت الغلطان، شو عرفك؟ اول شيء عرف هاي، بعدين تع ابلغ عن صفحة الزلمة. صحيح صحيح. طيب أخي دمهاتي، برأيك يعني الملحدين كظاهرة، يعني صارت ظاهرة ملموسة لكل العالم الحالي، برأيك صحيح الفكر الإلحادي الموجود حاليا بالشرق الأوسط شمال أفريقيا لوين متجه كمستقبل للملحدين ال10 سنوات القادمة اللي شايفها أنت؟ تفضل. يعني بصراحة أنا بعطي رأيي أكيد، يعني أنا ما فيني أتنبأ للمستقبل، يعني أنا مثل ما بيقولوا مالي خارق عن الطبيعة، بس يعني بعطي رأيي بآخر شيء. الملحدين متجهين للسلام، متجهين للسلام. نحن كمان
كان هويتنا الأساسي، يعني مثل ما بتعرف الإسلام، نحن شقتنا هويتنا، نحن هلأ بلا هوية بس مشان نكون إنسان مسالم. عاملين انتو مثلك يا استاذ جان، مثل احمد حرقان، مثل اسماعيل محمد، هدول عم يجهروا، عم يخاطروا بحياتهم بس لانه انسان متصالح مع نفسه وما بيحب القتل وما بيحب الدمار، متجه للسلام الملحد. اما المؤمن المتشدد يعني بدون منازع، بدون منازع متجه الى الخراب، الى الدمار، الى الوراء، ليس الى الامام، الى الوراء. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب أخي دمهات، يعني نحن وصلنا لآخر الحلقة، شو بتحب، عندك كلمة أخيرة تقولها للناس، للمؤمنين، للملحدين، لكل الناس اللي بتعرفهم، شو الكلمة اللي بتحب توجه لهم إياها؟ تفضل. أول كلمة بقول، أول شيء اقرأوا، ابحثوا، خليكم باحثين. مثل ما قلنا بهموم الناس، ما بيعرف غير أكله. تحكي له على الدين بيقول لك روح اكتب شيء ثاني، ايش بدي بالدين؟ أنا متجه لحياتي، يعني عم شوف حياتي. هذا بيكون يعني ليس، هذا ملحد كمان بدون ما يدرك. في كثير من الناس ملحدين، يعني انا بقول لك، بقول احصائيه المليار و600 مليون كذب كذب، لانه قلت لك ذكرت بدايه الحلقه نسبه المتعددين يعني 20%، المسلمين المعتدلين هذول كلياتهم ملحدين بالاديان، لانه ما عم بيامن بالقران، ما عم بيامن بالقتل. اذا ما امنت يعني مثل ما اعتبر الصلعة، معناتها انت طلعت عن برات الطريق، بس انت عم تحمي للارهاب، بس انت عم تحميله. ابو بحب وجه لكل الناس، اقرأوا، ابحثوا، خلي يكون عقلكم ناقد، يعني لما تسمعوا شيء افهموا المعنى. اذا فهمتوا المعنى، اذا طلعتوا بالحديث او باي شيء ثاني باتجاه الصحيح، أكيد راح تلتجه للإلحاد، ما في شيء تاني. يعني أي كلمة بالأديان عم بيخرب الدين من أساسه، بس ما بعرف ليش الناس يعني عم تجهل هالشيء، مو لأنه جاهل أساسه، هي لأنه خايف. يعني بكل صراحة خايف، قال لهم لا تخافوا، يعني من شو خايفين؟ أساسا جميع الأديان يعني ما في شيء بده يحصل فيك بالواقع. يعني كان يقول صلعم، والله اذا ما تصلوا هيك بده يقلب وجهكم لورا، اذا ما توضوا هيك بدكم تنحولوا لحيوانات. ما في هيك شيء، ما صارت بالحياه. هذا القديم من قبل شيء 30 20 سنه كان يقولوا، ما بعرف شو صار، هذا رمى القران على الارض صار حيوان. ما في هيك شيء بالحياه صاير، هذا بس عم يضحكوا على عقول الناس الجاهلة. حتى إنسان يكون ذكي، الخوف بيسيطر على العقل. صحيح. الخوف يسيطر على العقل، يكون قد ما يكون ذكي. إذا تكون خويف، بيقولوا الخوف بيكسر الحق، بيرجع لورا، ما في شيء يقدم للقدام. بس الجرأة فيك تقدم للقدام. أول شيء المسلم المعتدل مثل ما ذكرت، عارف دينك كثير منيح كثير منيح، بعدين تنتقد. لما عرفت أنت عرفت دينك كثير منيح، تجي تنتقد دين، هذاك الوقت بعرف بأي طريقة أرد عليك. إذا أنت بدون ما تعرف شيء عم تجي عم تنتقدني، على أي أساس عم تنتقدني؟ ما بتعرف الموضوع عم تنتقدني. إذا بدك تفهم واحد، يعني صعب جدا تفهم واحد ملحد مؤمن معتدل، صعب، لأنه عم تقول سؤال عنه عم تجاوب عنه كمان. بس الإنسان يكون يعني مؤمن متشدد بيعرف كل شيء، يحكي كلمتين بتنطقته فورا لهالكلمة. لما يكون معتدل بتقول السؤال، بتقول الجواب، تحكيه هو بس ساكت، أنت عم تعلمه. يعني أنا بوجه كلمة يعني لجميع يعني المسلمين المعتدلين. أساسا كانت اسم هالحلقة
باسم المسلمين المعتدلين. يعني المسلمين المعتدلين اكيد، يعني انا عم واجه الناس هون، واجهت كثير ناس من سوريا كلهم يعني مطنش الدين ما اساسه يا زلمه، ما في حدا عم بيصلي، لا حدا عم بيصوم، يلي عم بيصلي عم بيصوم هيك كان روتين، يعني ما في شيء ثاني، ما لهم مؤمنين، ما في شيء ايمان. يعني انا برايي نسبه الالحاد كثير 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 جدا، بس ما حدا عم يدرك ابدا. هلا انا مدرك، انا بدرك هالشيء من زمان، يعني عارف انا ملحد من شيء اكثر من سنتين، بس الخوف منعني احكي، بس الخوف منعني احكي. بقول بوجه حكي لجميع المؤمنين المعتدلين، جميع الملاحدة يعني ما عم يكشفوا عن هويتهم، يعني اكيد ما يخاطروا بحالهم، يعني الناس يزعل منهم او يحطوا حياتهم تحت الخطر، ما في داعي لهالشيء. شوف حواليك، اذا يعني ما في خطر عليك فورا احكي، لانه الملحدين، مو الملحدين، انا اساسا ما بحب اسمي هالناس ملحدين، هدول انسان مسالمين، هدول انسان مسالمين. الملحدين هم من اصحاب، ما توهمنا الكلمه، هلا بدنا نغير الاطارات. الملحدين هم من المؤمنين يلي عقلهم متجه اتجاه فقط واحد، يا للوراء يا الى الدمار. اما المسلم انسان مثلي ومثلك، يعني بيآمن بالسلام، يعني بيآمن بالسلام والعقل، هذا انسان عقلاني وعلماني. ما في شيء اسمه كلمة الحاد، هذا كلمة الحاد عم بيستسيئنا، يعني هذا كلمة مسيئة لأنه بس شو بدنا نحكي، هذا يعني مثل ما بيقولوا بالبداية بتسمى شيء مثلا، هذا اسمه بيضة، بيتم اسمه بيضة للأخير، يعني بتسمى بقى. شو بدنا نعمل نحن ملحدين، بس أساس نحن يعني هالكلمة ترجمتها خطأ، نحن مسالمين، نحن بالحقيقة متجه يعني للعقل. هي التسمية ما لها أهمية، يعني التسمية إجت تسمية دينية هي بس وما لها أهمية، يعني أكيد المهم ما ما لا أهمية، طيب أخي بس في حاجات شكرا ما لا كثير، أهمية، بس خليني، تفضل. صحيح حكيت، أنت عم تقول ما لا أهمية، بس عند كثير من الناس له أهمية. ليش هلا أكترية الناس بيقولوا الإسلام؟ لأنه عنوان حلو. إذا أنت بدك تقرأ كتاب، بدك تقرأ الكتاب، إذا يكون عنوانه بشع أكيد راح تنزل الكتاب. كتاب ما تغ... ما إذا تشوف كتاب عنوانه حلو راح تبلش القراءة فيه. هلا الإسلام اسمه يعني بصراحة سلام، يعني عم ينتمي للسلام، بس جواته دمار وقتل، ما في غير هالشيء، يعني مع الأسف الاتجاه خاطئ. أنا أحترم فكرتك بس برأيي هي كلمات تعبيرية يعني أكيد كلمات تعبيرية، صحيح. فقط. طيب أعزائي المشاهدين، يعني وصلنا لآخر الحلقة، وفي عندي كلمة كمان أخيرة للشباب اللي ساووا الغزوة الإلكترونية على صفحتنا، نقول لهم شكرا كثير لكم، وحاولوا كمان، حاولوا يعني حاولوا أكثر من هيك، ونحن بمحاولاتكم نكبر أكثر. يعني هلا هالمحاولة هاي سوينا ويب سايت، وبهالاسبوع اسبوعين القادمين راح تشوفوا الويب سايت وموجود وتفضلوا، واذا سويتوا محاولة ثانية راح نسوي قناة تلفزيونية على الانترنت، ومحاولة ثالثة اكيد راح نسويها فضائية. بإذن العقل، نوعدكم مو بس برنامج الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا، نوعدكم برامج ثانية ضمن الحملة، جايين على الطريق على كل حال. شكرا لك كثير اخي دهمات، وشكرا لكم اعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم. لك أستاذ جان، شكرا لأعزائي المشاهدين أيضا، تسلم تسلم، واتمنى اكون الله استمتعت يسلمك، بالحلقه، الى اللقاء في حلقه قادمه شكرا اعزائي، لك، يلا سلامات. سلام.